بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. فوالا فيديو جديدة إن شاء الله مع بداية العام الجديد. كل عام وانتم بخير، إن شاء الله تكونوا كامل بصحة، وإن شاء الله يا ربي يروح علينا هذا الوباء وربي يرحم كامل اللي ماتوا في هاد الكوارث اللي صراو في بلادنا، وإن شاء الله ليامات الجايين خير من اللي فاتوا إن شاء الله يا ربي. الوصفه تاع اليوم مطلوبه بزاف يحبوا يديروا اللحم في لو فور. درتها لكم اليوم مع عاشورة، دونك كاين بزاف اللي يحبوا يديروا عشاء عاشورة توالم، كوم كاين تان بزاف اللي يخبوا لحم العيد باش يديروه في عاشورة. دونك جي بروفيتي لوكازيون باش نحط هذه الوصفه. كيما قلت لكم اللحم محمر، انا رافقته بطاطا بالجلبانه، نحمرهم في لو فور. يعني وصفه هايله وسهله وما تشدش الوقت بزاف، ان شاء الله تشوفوها وتعجبكم وتخلوا لي تطبيقاتكم في لو جروب ديالي في الفيسبوك وصفات شهازاد. نبداو مع بعض. دونك هنايا عندي لي مورسو تاع اللحم وندير لهم التتبيله. واش فيها؟ عندي هنايا التوابل اللي هما فلفل كحل، قزبر، بابريكا اللي هو العكري ماشي حار، راس الحانوت، شويه زنجبيل، كركم، والثوم المرحي. فوالا هاد التتبيله، هاد التوابل كامل نحطهم في كميه تاع الزيت اللي كنت حطيت فيه تاني كميه تاع الملح. الملح بيان سور على حساب الكميه تاع اللحم اللي راح تستعملوها. فوالا نخلطوا كامل هاد التوابل في الزيت ديالنا. هنايا التوابل تقدروا تنقصوا وتزيدوا كيما تحبوا، بصح هاد التشكيله تاع التوابل مدت ذوق بزاف هايل. نفرقوا هذيك لا مارينات ديالنا فوق لي مخصو تاع اللحم. تقدروا، انايا كي ندير لا مارينات تاع اللحم نفضل نديرها في نفس اليوم، يعني نخليه يريح ساعه ولا زوج سوايع ماكسيموم. اون جينيرال ما نبيتهاش باسكو اللحم كي بات هكذا نحسو يدير فيه لوغو. يعني هذا رأي ديالي برك، كاين اللي يبيتو ويقدر ياكلو يجيه عادي، هذه نصيحه. دونك كيما قلت لكم هذاك اللحم كامل نجوز عليه هذيك لا ماريناد ونخليه يريح ساعه ولا زوج. من جهه واحده اخرى هنايا عندي حبه بصل متوسطه نربيها، نديرها في لاكوكوت هكذا ونحط لي مورسو تاع اللحم ديالي. بيان سور هذيك لا ماريناد كيما شفتوا راهي معمره بالزيت، واللحم ديالنا تاني كيف كيف، هذا الغنمي راهم يجي فيه ليدام، يعني ما تزيدوش الزيت بيان سور في القدر ديالكم. نحطوا اللحم ديالنا ونفرغوا كامل هذيك لا ماريناد عليه. هنايا نحطوا فوق النار، النار تكون متوسطة يعني ماشي قليلة بزاف. نقليوه ما ياخدش وقت كبير، ماناش حنقليوه بزاف يعني باسكو حنغلقو لا كوكوت. جوست حنايا هنا الهدف نطيبو اللحم، حنا حنطيبوه تقريبا طياب كومبلي يعني، ومن بعد باش نحطوه في لو فور يتحمر. في من جهة واحدة اخرى فوالا انا كنت سخنت الماء هنايا باش نزرب باش نربح الوقت، ونحط فيه ندوب فيه هنا تقريبا نص مغرفة كبيرة تاع طماطم مصبره، لا طوماط كونسونطري تاع لي بواط. فوالا هنايا تقدروا تستغناو عليها، بصح انا نخدمها دائما هكا بهذه الطريقه، يعجبني هكذا لاصوص كي تكون حمراء خير ما تكون بيضاء. فوالا وبيان سور هادو ادواق، يعني تقدروا ديروها بيضاء. فوالا هذه هي. ومن بعد كي تبدا تغلي هكا لا كوكوت نغلق عليها. انا هنا نغلق عليها نص ساعه كيما قلت لكم، حنطيبو تقريبا 100%. هنايا انا اللحم ديالي خدالي نص ساعه سوا سوا. من جهه واحده اخرى كيما قلت لكم رافقته بالبطاطا، دونك هنايا نقطع البطاطا هكذا شويه خشينه ونقليها. انا نفضل نقليها كما تعرفوا، راح تمد بنا خير ممكن نخلوها هكاك. كيما تقدروا تخلوها هكذاك ماشي مقليه وكيف كيف تمد لكم نتيجه مليحه. فوالا هنايا ها وليك اللحم ديالي بعد ما طاب، نحيه من القدره ديالي. فوالا هنا تقدروا للمبتدئات تذوقوا تسقموا الملح ولا اذا كان مسوس. فوالا هذه نصيحه. هنايا لاصوص ديالي انا نصفيها هكذا باش نحي كامل هذاك اون سي جامي يكونوا العظام ولا، يعني هنا نصيحه لازم تصفيوها. فوالا نعاود نرجع لاصوص ديالي في لاكوكوت مينوت. هنايا جبت جلبانه كميه اللي تحبوها، انا هذه الجلبانه كانت عندي في الكونجيلاتور، كيما تقدروا تعوضوها بزروديه ولا يعني اللي تحبوها. زدت غلقت عليها هنايا تقريبا 10 دقائق كانت طايبه.
فوالا هاي ديك البطاطا ديالي بعد ما قليتها نحطها في ان بلاطو اللي يروح للفوغ. راني دايره هكا دي ترونش تاع القارص بيان سور كيما تعرفوا اللحم يجي يقهم. دونك فوالا هاي ديك لاصوص ديالي والجلبانه طايبه. دونك نعاود نحطهم يتجمروا كامل هكذا في الفوغ في الفوالا. هنايا كيما قلت لكم ما ممكن ما تقليوش البطاطا وتحطوا عليها هاد لاصوص راح طيب لكم. كاينه ثاني هنايا ملاحظه، لاصوص نتوما تحبوا البطاطا ديالكم تجي فيها لاصوص ولا تحبوها تجي ناشفه كيما نديروا بطاطا كوشه ناشفه، يعني كميه تاع لاصوص ثاني نتوما تحكموا فيها. انا هنا كنت حابه تكون عندي لاصوص، يعني عمرتها ونحط من الفوق هذاك لي مورسو تاع اللحم ديالنا ونرجعها في الفوغ على 200 درجة ونخليها تتجمر على خاطرها تقريبا تشد حتى 20 دقيقة. تحبوا مع الاخر تزيدوا تشعلوا لها من الفوق انتم على حساب الفرن ديالكم باش هكذا تزيد تدي هذيك التحميرة، وهكذا يكون لو بلا ديالي واجد، اللحم محمر في الفوغ بالبطاطا والجلبانة. هذا يعني دالي الوقت تقريبا ساعة وربع كانت طايبة، يعني ما تشدش كامل الوقت سورتو للنساء اللي تكون خدامه ولا اللي تكون مزروبه عندها ضياف، يعني نربحوا الوقت خير ما نحطوا اللحم من الاول هكاك في الفوغ يشد بزاف الوقت، هكا يجي طري ويجي شامخ ويمد لكم نتيجه بزاف هايله. مام هذه الطريقه تاع البطاطا كي تقليوها مع الجلبانه مام وكان درنا زروديه يجي بزاف هايل، دونك ننصحكم تجربوها. فوالا هذه هي لا غوسيت تاع اليوم ونتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله.